لبسهم غريب جدا، كلامهم وعيشتهم مختلفة، لو كمان بيشتموا ويقولوا ألفاظ صعبة جدا الصراحة. لا لا لا، لحظة كده، لو ده مفهومك عن الراب سين، تعال أغير لك فكرة. في البداية كده تعال أقول لك مين دول. بص يا صاحبي، شوية ناس كده بيقولوا عليهم مجانين، مختلفين، مترقعين، بص يعني زي ما تحب تسميهم سميهم، كده كده مش هتفرق لا معاك ولا معايا ولا معاهم في أي حاجة خالص. بس خلينا نقول إن مجتمع كان مختلف شوية، وهقول لك ليه كمان شوية. خلي بالك الراب أصلا في مصر قديم جدا، عشان تبقى قاطع يعني. قاطع ايه؟ قاطع دي، قاطع دي اللي هو كاشح. كاشح ايه؟ كاشح دي كمان. كاشح دي يا صاحبي يعني فهمان، شاب فهمان، مش شاب بيفهم او شاب فهمان، لا هي كده شاب فهمان. قولها كده وانت بتقولها. فهمان ماشي كده، ابتديت ترجل. فهمان ماشي كده، ابتديت ترجل. فهمان يا لهو. فهمان ماشي، فهمان ماشي. قلتلها مش هقولها الحتة دي. لا استنى، اهو لدرد الوقت ده جزء من الحاجات اللي بتميز الناس دول، الكلام المختلف، الالفاظ العجيبة وليس الموسيقى، لاننا في مجتمع شرقي طبعا، فملناش دعوة بقى ببتوع بره، غير بقى التشبيهات الغريبة والعميقة جدا اللي بتخليك تتوه وتسرح كده وتقول هو بيقول ايه، او مثلا ياه هو قصده كده، يا ابن الجنية ده انت عالمي. نرجع للجزء اللي فوق ونقول الناس دول كانوا مختلفين ازاي. هقول لك انا، مجموعة من البشر زينا والله، عاديين جدا بس قافلين على نفسهم، والاغلب تلاقي الجروب كله نفس الهيد، ما فهمش حد مختلف. يلا نراب، يلا نعمل كده، يلا بينا نعمل مزيكا، سمعنا بيت بوكس يا اسطى كده، يلا يابا نسجل. طول ما هم قاعدين مترقعين مفيش هدوء خالص، كلهم بيعملوا حاجات مختلفه وحلوه ومتصله ببعض، يعني تقدر تقول شويه نوش كده عشان في الاخر تشوف العظمه اللي انت شايفها دلوقتي. طب انت تعرف بقى ان في منهم كتير ما كانوش بيتعاملوا مع ناس غيرهم؟ عارف ليه؟ علشان دايما كانوا بيلاقوا انتقادات كبيره جدا من كل اللي حواليهم. ايه يا اسطى القرف ده؟ قوم يا حبيبي ذاكر يا عم، انت فرحان باللي بتعمله ده ازاي؟ فكرك يعني هتوصل لايه؟ والجامد فيهم قوي المتصالح مع نفسه، تلاقيه يقولك ربنا معاك يا حبي من تحت درسه سيكا كده، علشان مش فاهمك، مش علشان هو وحش، لا هو مش فاهم ستايلك والمزيكا اللي انت بتقدمها. اعتقد ان دول قالوا جدا دلوقتي وما بقوش اصلا موجودين. فجاه الكل بقى يحكي عن الراب والتراب والدريل والاوف بيت.